مرحبا بكم في قناة أمريكا تشارت، معكم وائل يحيى Certified Financial Technician Expert، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. نقدم لكم دورة التحليل الفني كورس PCI المستوى الأول، المدرسة الكلاسيكية، مجانا على القناة بالكامل. حصة التدريب العملي على الحلقة الأولى، وإن شاء الله هيبقى في حصة تدريب أخرى إضافية. نبدأ مع بعض بليه التحليل الفني أنسب للأفراد. مبدئيا التحليل الفني ما بيحتاجش تخصص للإتقان، احنا قلنا النقط دي بس بنراجعها سريعا. التحليل الفني ما بيحتاجش تخصص للإتقان، وأسرع في إنجاز المهمة، ويلائم احتياجات المستثمر الفرد القصيرة والمضاربية والسريعة، ناهيك على أنه مناسب لوضع خطط فيها عنصر التوقيت أساسي، وبيركز على سعر السوق نفسه والاتجاهات. هل ده معناه أن التحليل الفني أقوى من الأساسي؟ لا، احنا قلنا مفيش واحد أقوى من التاني، الاتنين مهمين والاتنين ليهم استخدامات، لكن ايه أنسب لمين؟ وإيه أنسب من الآخر بالنسبة لك؟ لكن في المجمل التحليل الفني أنسب للأفراد واحتياجاتهم. كنت اتسألت في التعليقات في الحلقة الأولى، البرنامج اسم البرنامج اللي هنستخدمه مع بعض تريدينج فيو. والله استخدمت برامج كتير جدا، لقيت ان تريدينج فيو هو الأنسب والأريح بالنسبة لي. جربوا tradingview.com. ده بخصوص السؤال عن البرنامج. تعالوا مع بعض نشوف بقى اللي اتكلمنا عليه في الحلقة الأولى بشكل عملي. ايه هو؟ احنا قلنا ازاي تمتلك بعض الأدوات الخاصة بالتحليل الأساسي أثناء رحلة إتقانك للتحليل الفني. خلاص احنا علينا في الكورس ده ان انت تبقى بنهايته محترف في التحليل الفني، لكن ايه هي الادوات البسيطة والسهلة والفكرة اليسيرة اللي تخلي معاك ادوات التحليل الاساسي وانت بتتعلم التحليل الفني؟ اول نقطة انك تختار شركة وتكون ضمن مؤشر من المؤشرات الرئيسية، يعني شركة تكون ضمن مؤشر الداو جونز، واحنا قلنا ان الداو جونز عبارة عن 30 شركة. ال30 شركة دول هم اكبر واهم 30 شركة في الاقتصاد الامريكي، طبعا حدث ولا حرج عن احجام التداول. فلما اختار شركة منهم من شركات الداو جونز، انا ضامن بقى ان بياناتها المالية دقيقة، ميزانيتها تراجع، وقوائمها المالية تحت المراقبة، وبالتالي استوفيت عنصر الأمان والثقة في اختياري إن أي شركة من الـ30 شركة دول آمنة بنسبة نقول 99%، وكأن هيئة السوق قامت بدلا منك بمراجعة الشركة ومراقبتها لاستيفاء عنصر الأمان. شركات الداو جونز ممتازة فعلا كبداية، يعني عندك أمريكان إكسبريس، أمجن، أبل، بوينغ، كاتربيلر، سيسكو سيستمز، شيفرون، جولدمان ساكس، هوم ديبو، هانيويل. هانيويل جديدة أظن أضيفت قريبا، اي بي ام، انتل، جونسون، كول، كوكاكولا، جي بي مورغان، ماكدونالدز، 3 ام، ميرك، مايكروسوفت، نايكي، بروكتور اند جامبل، ترافلرز، يونايتد هيلث، سيلز فورس، فيرايزون، فيزا، والجرين بوتس نسبيا برضو جديدة، وولمارت، وولت ديزني، وداو، شركة داو. دول أكبر وأهم وأقوى 30 شركة في السوق الأمريكي. ما ينفعش كبداية تحليل فني ما نشتغلش فيهم. أنا جبت القائمة من موقع CNBC الإخباري، وبالتالي تبقى مطمن انها احدث قائمة، لان ممكن جدا وانت بتدور على جوجل يصادفك مواقع بتقول قائمة قديمة. طيب عدد الـ30 شركة دول اظن اكتر من كافي انك تلاقي فيه فرص وتشتغل عليه وتتدرب فيه،
وبرضه مش مرهق كبداية في التحليل الفني يعني. تاني حاجة، لما نضيف الشركات دي في قائمة البرنامج اللي هنشتغل عليه، هنراجع توزيعات الأرباح. تعالوا مع بعض خطوة خطوة بس نضيف الشركات الـ30 دول على البرنامج مع بعض. نعمل قائمة مثلا نسميها داو، عفوا نسميها داو جونز ليست أو داو جونز كومبانيز، سيف كده. عايزين بقى نضيف أسهم في القائمة، يعني مثلا نقول بقى القايمة اللي احنا شفناها بقى مع بعض، امريكان اكسبريس وامجن وابل، امريكان اكسبريس وامجن وابل، الشركات بتضاف هنا على اليمين اهو. بعد كده عندنا كات وسيسكو وشيفرون، بحاول امشي بالترتيب الأبجدي، كات وشيفرون وسيسكو، وبعد كده عندنا جولدمان ساكس وهوم ديبو وهانيويل، جولدمان ساكس وهوم ديبو وهانيويل، وبعد كده عندنا اي بي ام وانتل وبعد كده هما 30 شركة بس يعني، ما تقلقش مش كتير، جونسون اند جونسون وكوكا كولا وجي بي مورجان. طبعا مع الوقت هتلاقي نفسك حافظ الاكواد، جونسون اند جونسون وجي بي مورجان وكوكا كولا. القائمة اللي بضيفها دي وبنعملها دي هنشتغل عليها في الكورس يعني، ما هو ده بقى العمل اللي هنبدأ، بس انا حبيت أسس معاك كمان يعني، ما اجيبلكش الليستة كده، لا اعرفك جبت الليستة منين واعرفك موقع البرنامج، وكمان بعمل القائمة معاك علشان هنشتغل مع بعض فيها في الكورس، وممكن تكبر يعني، يعني ممكن تبقى واحدة واحدة. هعرفك دلوقتي، مش عايزين نستبق الأحداث. وصلنا لفين؟ جي بي مورجان ولا إيه؟ آخر حاجة كوكا كولا. طيب بعد كوكا كولا جي بي ماكدونالدز وتريبل إم وميرك، ماكدونالدز وتريبل إم ميرك. هنا بقى أنا متلخبط، لأن أحيانا ام ار كي، أحيانا الواحد بيبقى فيه شركات شبه بعض في الأسامي لكن الأكواد تختلف. طيب نايكي وبروكتر اند جامبل وترافلرز، نايكي وبروكتر اند جامبل وترافلرز، وبعد كده في يونايتد هيلث وسيلز فورس، قربنا نخلص دلوقتي، فيرايزون وفيزا حرف الفي، فيرايزون وفيزا، واخيرا وصلنا لولجرين بوتس جديدة نسبيا طبعا، أظن كانت بدل جنرال إلكتريك. على العموم وولجرين بوتس وولمارت وولت ديزني، وولجرين بوتس وول مارت وديزني، اخر حاجه اخر سهم داو او شركه داو. تعالوا مع بعض نضيف المؤشر نفسه بقى داو جونز كده.
عملنا القايمة المطلوبة، ده مؤشر الداو جونز نسحبه كده لفوق عشان يبقى في أول القايمة، ده مؤشر الداو جونز. يبقى احنا كده معانا 30 شركة هنشتغل عليهم ونطبق عليهم ونتعلم فيهم في البداية، وبعد كده هتبقى القايمة أوسع وتشمل مؤشرات أكبر. على سبيل المثال ممكن نتكلم عن الناسداك، ال100، شركات الناسداك. شركات الناسداك 100 شركة وليس 30، وممكن بعد كده نكبر القائمة ونتكلم على اس ان بي 500 اندكس، ونتكلم على اكبر 500 شركة في السوق، خطوة خطوة واحدة واحدة دون استعجال. طيب تعالوا مع بعض نشوف بقى مثلا شركة زي كوكا كولا، اظن اشهر من نار على علم. فهمنا قاعدة ان احنا دلوقتي هنحاول نخلي هيئة السوق والرقابة هي اللي تبقى عنصر الامان بتاعنا، بحكم ان احنا بنختار من قائمة المؤشرات اللي موجودة، قائمة الاسهم الخاصة بالمؤشرات المشهورة زي الداو جونز والناسداك والاس ام بي. خلاص انت فهمت القاعدة. بناء على ذلك كنقطة بداية هنصب الاهتمام على شركات الداو جونز بالذات في اول حصتين او اول 3 حلقات. طبعا احنا قلنا لانه المؤشر الاشهر في العالم ويحتوي على اهم 30 شركة بالسوق الامريكي. مفيش اسهل ولا اصدق ولا اوضح من الشركات ال30 دي، خلي بالك بس عشان تبقى عارف. مضمونين، منتظمين، مستقرين، تحت المراقبه، مفيش تلاعب، اغلبهم ارباح دوريه منتظمه واعمده رئيسيه في اكبر اقتصاد. وبكده كنت ضمنت ان تحليلهم الاساسي صادق ومتراقب، ثانيا ان معظمهم ايجابي بنسبه كبيره جدا، فتقوم بالتحليل الفني عليهم وانت مطمن. مع مرور الوقت وإتقانك أدوات التحليل هنقوم بقى بإدخال بعض العناصر البسيطة الخاصة بالتحليل الأساسي بما يتوافق في التطبيق مع بعضهم البعض. يعني ببساطة علشان ما تعبكش، تركيزك على أسهم المؤشرات هيرحمك من عناء التحليل الأساسي في البداية، واترك بقى التحليل الفني يقوم بكل المجهود المطلوب. طب انا اعرف منين ان الشركه اللي انا ببص عليها دي زي كوكاكولا مثلا محققه ارباح؟ اول حاجه عندك عنصرين تبص عليهم، حرف الدي ده معناه ان في توزيع ارباح، ديفيدند. توزيع الارباح هنا بيقول لك انها كانت 44 سنت، هنا وزعت تاني ارباح 44 سنت. هتلاحظ انها بتوزع كل 3 شهور تقريبا، هنا 44 سنت تاني في نوفمبر، وهنا 46 سنت في مارس، وهكذا. فكل ما تلاقي شركة عدد الدوائر الزرقاء دي بحرف الدي اكتر معناها انها بتوزع ارباح اكتر، فانت ضامن ان التحليل الاساسي بتاعها جيد، ان الشركة دي بتوزع ارباح وقوية. ناهيك على ان القوائم المالية هنا earnings and revenue خضراء، فده معناها ان الى حد ما افضل من توقعات المستثمرين. لما تلاقي العلامة دي خضراء معناها ان لما تم الاعلان عن القوائم المالية الخاصة بالشركة كل 3 شهور هتلاقيها كانت جاءت افضل من توقعات المراقبين والمستثمرين والمحللين الماليين الاساسيين، فده معناه ان البرنامج في البداية هيختصر عليك انك تتعلم العلمين مع بعض، علم التحليل الاساسي وعلم التحليل الفني، والبرنامج هيقوم بديلا عنك في توضيح قوة الشركة ماليا، سواء بالارباح الموزعة باستمرار بحرف الدي او بالقوائم المالية التي تأتي في اغلب الاوقات أفضل من التوقعات، خصوصا أنك بتراجع شركات الداو جونز. تعالوا نشوف مثال آخر غير كوكاكولا، ماكدونالدز. لاحظ بيوزع أرباح دولار و38 سنت، هنا دولار 38 سنت، كل 3 شهور توزيع، هنا دولار ونص أو دولار 52 سنت، هنا دولار 52 سنت. معظم القوائم المالية لما يتم الإعلان عنها في وقتها جاءت معظمها خضراء أفضل من التوقعات،
معظمها خضراء أفضل من التوقعات. توقعات مين؟ المستثمرين والمحللين الماليين الأساسيين والمراقبين. لكن كان في النص كده في أوائل 2022 قوائم مالية أقل من التوقعات. مش بالضرورة يبقى في خسائر على فكرة، يعني لما الايرنينجز دي تيجي بلون أحمر مش بالضرورة إنها تبقى خسارة، ممكن تبقى مجرد إنها أقل من التوقعات. طيب نشوف سهم غير ماكدونالدز وغير كوكاكولا. عايزين حاجة مشهورة، اي بي ام، ابل. تعالوا نشوف ابل. ابل اهو مباشرة، ابل معود الناس انه مباشرة لما يعلن عن القوائم المالية تاني، مش تاني يوم، مباشرة وراها على طول بيوزع الارباح. قوائم مالية افضل من التوقعات خضراء، ثم توزيع ارباح. قوائم مالية افضل من توقعات الخبراء، ثم توزيع ارباح. قوائم مالية افضل من التوقعات، ليه؟ لانها كلها خضراء. انا بيسر عليك قوي عشان نركز في التحليل الفني ونريح دماغنا في البداية من وجع وصعوبة التحليل الاساسي. توزيع ارباح، هنا جاءت القوائم المالية اقل من التوقعات، خلاص لونها احمر، اقل من التوقعات، مخيبة للامال. لكن رغم ذلك وزع ارباح. عن سهم ابل نتحدث، هنا جاءت القوائم المالية أفضل من التوقعات وقام بتوزيع أرباح. هنا 24 سنت، هنا كان 23 سنت، هنا 23 سنت، وهكذا 23 23. نشوف سهم رابع، نشوف فيزا مثلا. سهم فيزا أظن يعني شركة فيزا أشهر من نار على علم، أهو قوائم مالية ممتازة. طبعا مع الوقت هنتعلم الكلام ده، بس قدام شوية لما نكتسب مهارات أساسية في التحليل الفني هنبقى نتكلم كيفية الإدماج مع التحليل الأساسي قدام بشيء من الصبر. لكن أنت ضامن كده إنها شركات بتوزع أرباح. خلي بالك بقى هنا، تلاحظ إيه؟ إن مش معنى إن هي بتوزع أرباح لازم تبقى طالعة باستمرار وللأبد. يعني أنت لو بصيت هنا هتلاقي إن المنطقة دي منطقة هبوط، رغم إن القوائم المالية جاية خضراء، ورغم إن توزيع الأرباح مستمر. هنا بقى هتأتي وتظهر قوة وأهمية التحليل الفني، وقد إيه التحليل الفني هيخليك تقدر تختار من الأسهم، يعني من الأسهم الأفضل والأسهم الأقوى، لأنك بالتحليل الفني هتركز على الأسهم الصاعدة وتتجنب الأسهم الهابطة، وتدور على الأسهم اللي فيها فرص مكسب وتبتعد عن الأسهم اللي ممكن تحقق خسارة. مع العلم إن في المستقبل إن شاء الله هنتعلم إزاي نحقق أرباح ومكاسب من أسهم ذات تحليل فني صاعد، وإزاي نحقق أرباح ومكاسب من أسهم ذات تحليل فني هابط، خطوة خطوة، واحدة واحدة. المطلوب منك دلوقتي بعد انتهاء هذه الحصة التدريبية إنك تسطب البرنامج أو أي برنامج يريحك، وإنك تعمل قائمة زي ما عملنا مع بعض كده بأسهم الداو جونز، علشان هنشتغل عليها مع بعض بشكل مكثف في البداية. هنتسع لمئة سهم بالتدريج، ثم 500، بس لما نمتلك الأدوات الاحترافية اللازمة، خطوة خطوة. ما تصعبش الأمر على نفسك، لأن في مؤشرات فيها 2000 سهم مثلا زي رأس الـ2000. فواحدة واحدة نبدأ بالـ30 سهم بتوع الداو جونز. وأول حاجة علمتك تجيبهم منين، وعرفت البرنامج، وعملنا القايمة سوا مع بعض. فبرجاء عدم الاستعجال، وخطوة خطوة إن شاء الله. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. نلتقي في حصة التدريب التانية إن شاء الله. باب الحجز والتسجيل مفتوح للمستوى الثاني، المدرسة الحديثة، المؤشرات، متاح فقط بعد الانتهاء من المستوى الأول. بالتوفيق إن شاء الله.